السلام عليكم. ان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم حلوى كرات الثلج الاقتصاديه بمكونين فقط، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. لضيوف الغفله فهي اقتصاديه ودغيا دغيا كتوجد. خليكم حتى الاخير باش تشوفوني كيفاش حضرتها، ولكن قبل ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو. فبالنسبة لهاد الحلوة هادي غنحتاج فيها غير جوج ديال المكونات. عندي هنايا الكوك، غادي نحتاجو الكمية اللي غادي تجمع لينا بها الحلوة، وعندي هنايا الحليب المركز المحلى. هنا هذا صنع منزلي، يعني صاوبتو في الدار بوحدي. غادي نقول لكم البنات المقادير ديالو. اول حاجه غادي نبدا بها هو انني غادي نحط الحليب المركز المحلى بحال هكا هو الاول. غادي نجي من الجهه الاخرى باش يبان لكم البنات. هكا غادي نحط الحليب المركز المحلى بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نبدا نضيف عليه الكوك، يعني بالتدريج الكوك اللي غادي يكفيني وغادي يجمع ليا هاد الحلوه. فبالنسبه للحليب المركز المحلى البنات غادي نحتاج فيه، لبغيتي تحضريه يعني منزلي من الدار في الدار ما بغيتيش تشريه، غادي تحتاجي فيه اول حاجه كاس ديال الماء يكون فايت انك تكوني مغلياه وبارد، تكوني غليتيه من قبل. وتحتاجي فيه كاس في نفس الكاس اللي عبرتي به الماء، نفس الكاس اللي غتعبري به حتى الحليب. وغتحتاجي فيه حليب مجفف نيدو مثلا، وغتحتاجي فيه كاس ديال سنيده، يعني غادي يكون نفس العبار فيهم كاملين. من بعد غادي تحطيهم في واحد الخلاط كهربائي، وغتضيفي عليهم عفوا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وغادي تضربيهم بالخلاط الكهربائي. ومن بعد غتحطيهم فوق النار مهيله لمده ديال 5 حتى 10 دقائق، غير تحسي بها انه بدا كيختار، صافي غادي تطفي عليه. فهذه الطريقه اللي خدمت بها انا باش حصلت على الحليب المركز المحلى، والطريقه ناجحه البنات ومضمونه 100%. فبعد ما هنا ضفت الكوك كامل غادي نجمعو. يعني الا كان خاصني مازال نضيف لي شويه ديال الكوك غادي نضيفو ليه، ولا تجمع لي الخليط صافي. هنا كنظن انني صافي، يعني راه تجمع لي الخليط، يعني نقدر نشكل به كره. من بعد غادي تخليه لواحد المده ديال نص ساعه تقريبا حتى ترتاح، وعاد غادي نشكلوا بها الكرات ديالنا. نتلاقاو من بعد. من بعد ما ارتاحت واحد نص ساعه غادي نشكل هذا دابا كرات. فاش كنخليوها واحد نص ساعه تقريبا ولا 10 دقائق كان يعني كنلقاوها ارتاحت، وحتى انها كتجي ساهله ملي كنبغيو نشكلوها كرات بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لكم البنات اللي بغات دير الوسط منها يعني اي حشوه، بغات ديروا مثلا الشوكولات ولا المكسرات ولا اي حاجه، فانا غادي نخليها عاديه بحال هكا. ومن بعد غادي نحطها في الكوك بهذه الطريقه هذه. في التزيين هنايا غادي نحتاج غير الكوك، وعندي هنايا هاد الكويخطات هادو. وغادي نحطهم بحال هكا فكتجي رائعه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي ديال 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 الكرات ديال الثلج. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكرات ديالي كاملين، ومن بعد نعاودو نتلاقاو. وهذه هي الحلوه، يعني اقتصاديه، كتجي اقتصاديه وزوينه وبكميه كثيره، ومكونات ديالها يعني بساطين وسهله، والضيافه كانوا عندك في الدار فهما كاينين في الدار وانت غتوجديها بالزربه بالزربه.
فبالنسبه لبنات النكهات تقدروا تضيفوا اي نكهه اللي عجباتكم، فانا نسيت ما قلتش لكم من قبل، تقدروا تضيفوا اي نكهه. وبالنسبه لهاد الكويرتات يعني تيكونوا اختياريين، تقدري ما ديريهمش تحطيهم هكا عادي، اولا تزيدي واحد الحقيقه من الفوق، فكيبقى التقديم اختياري. ان شاء الله تعجبكم هاد الحليوه هادي، ونتلاقى معاكم في فيديو قادم ان شاء الله. ولكن قبل ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاعجاب وتبارطاجوا الفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال. وبسلام عليكم.